أربع جيم. لا لا والله هي وخسرنا صفر. جيمين أو الثلاثة حتى. ايوه انا هاي بحبها. تعرف ليش هم فازوا؟ شادي شادي اسمع، تعال نعمل سبون كيل اذا احنا ديفنس، نعمل سبون كيل. اسمع استنى بعدين بتنغش. خلونا بليتز. يلا اجاك انا بلعب في بليتز شباب. شو اسمه شادي، نعمل سبون كيل اللي بنطلع فيه على الباص، شو رايك؟ اي باص؟ الباص اللي برا، نفتح الباب الرئيسي ونركض على بوز الباص، واحد يصوب على جهة الحيط اللي على اليمين وواحد على جهة الحيط اللي على اليسار من جوا محل ما بيطلعوا اذا نزلوا على الستريت. انا بعرفهاش بس هي بدي اجرب. يلا ها مين اللي طلع معي؟ يا زلمة انت فادي. لا هذاك فادي صح اللي طلع معي عارفها. طب يلا هسه بنجربها معك. بموت طريقة اسهل. لا هاي ممتازة، هاي ما بتوقعوش يعني، ما بحس غير انك بوجههم. يلا انا بطلع معك. طب هسه بورجيك بعلم لك وين انت تصوب وانا اصوب. انا بدبر حالي. شباب خلنا نشيل ايكو. ايكو؟ والله ايكو كبيرة. لا ايكو اجمع على الجهة ستريت. الباب الرئيسي هذا بنفتحه، في باص ابيض قدامنا، مباشرة بتركض تيجي على البوز الباص، تنط جيك اكس نط تطلع فوق، بتكون كاشفهم انت عاد من فوق. تعرف انا شو الخايف منه حسان؟ خايف انه يجوك من مكان ثاني دهنين الباص. يا اخوان واحد يحكي معاه كلمة يا فهد يا اخوك. شاد انطل. والله يا جماعة انا بتذكر مين اللي سلاحه قوي هنا؟ اعطيني ياجر شادي اعطيني ياجر يا اخي العنطاع. مين بده فروست؟ فروست 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 شباب شو رايكم نطلع كلنا؟ والله انا هيك مفكر فيها، نطلع التلاتة كلنا. كلنا انا يلا انا ما بك نطخ كلنا. يلا روح. بس انا خايف انه ما يكونوش غاد، بس اكيد راح يكون على الاقل واحد من غاد. بس سكروا لكم شوي. شلت 3 كاميرات، حاب اشيل الوحدة. يلا وين يا حسان؟ وين؟ الباب الرئيسي افتح الباب الرئيسي. اوعى تطخوني يا شباب. من وين بيجوا؟ من وين بيجوا؟ شايف الحيط هذا، الحيط اللي هو ورا الباص مباشرة، انت صوب عليه. يلا اهربوا يا بي الله. هاي مصايم عنا هاي كده، هاي مصاوب قتلته. كان عندك والله. شو رايكم بالخطه الخرائيه؟ زنخرة بس حلو. عن جد زنخرة. طخوا بعض احسن. يعني ما كفاكم اللي صار فيكم، طخوا بعض. يلا مدخنا. هم انهبلوا يا عرفهم. ترى هسه بدي اسكر انا. حطنا فوق. شوفوا الكل الاخير شباب، شوفوا شيء كثير غبي. ترى طلع نايم على الارض. انا هنميت. طب الله يهديك. طب بلكي نايم صحته. طبعا هسه ايش راح تتوقعوا؟ اتحرك مكان. راح يتلبدوا هسه. اخوان خليكم جوا سكيور، صدقوني ما بوصلوا ولا حتى ينفكروا يفوتوا البيت. اول شيء هذه صورتها بالله عليك، هذه سجلها. ما سجلها انت عندك، انا بس ما بينتش عندي كاميراتكم.
اول ايش راح يكون؟ اكيد هذول عراقيه. اكيد ايوه دمهم العراقي. اصلهم سبوا صدام حسين باكن عراقي باكن عربس. بطخني بساعدهوش انا دكتور. يا اخوان تمويه تمويه افتح له باب. Bomb locations are secure. غريبة مالهم معين ال... احنا كاميرات ما خلينا عليهم جماعة خايفين. مش راح يتحركوا مباشرة يعني تلاقيهم كلهم انبطحوا اول شيء الجيم. بلش يتحرك بس ما واقف لهم بالمرصاد. يا حرام فلت مني فليتة هذا. مين بطخ عليك؟ مين بطخ عليك؟ مين بطخ عليك؟ وين هذا اخوان؟ وين هذا اخوان؟ هذا هذا بطخوا بعض قاعدين. وينهم؟ خايفين. قال لك احا يا حاطين سي فور. لا 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 هاي زوفيا. والله قوية. وين هذي؟ وين هاي بالضبط؟ هاي بال فورا ورا عند الشباك بالضبط. يا حرام صعد اثنين كان هاي اثنين هنا عند عندك عندك الفادي حديدي اثنين. زوفيا زوفيا بالغرفة بالبرج الصغير اخر شيء كان. One up four remaining. هاي اخر واحد فوق على السطح. هاي على السطح اخر واحد. حتى الكاميرات مش طخين. هاي يا زلمة طب هذا من وين نجيبه؟ طلع له على البرج. واحد واحد يروح بس تفضل سكيور روح له وزارة. بس عين عين عليه وين اسطح. هاي بطخ شب مين هذا بزول في بطخ انت ولا هو بطخ؟ انا انا بس هيك بلهي فيه. عين عليه عين عليه بالله يا فشادي بتطلع ندور على الكاميرات بجهة الوسط. شادي جهة الوسط عين عليه عين عليه على الوسط ما في مش مبين بس جهة الوسط. هي 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 عند الشباك الرئيسي. الشباك الرئيسي هي شادي بتقدر تجيبه يا شادي من هون. هي هي بط لا لا اختفى اختفى. عراقية عراقية هذول. فهد الحديد تألق اليوم تعبت وانا بلفلف. عراقية هذول اكيد عراقية. هو اسمع تخوفهم بالراوند الاول خلص بطلوا يعرفوا يلعبوا برتغال. بنعدي والله. صح صح. كيتشن دايننج هول ليش؟ فروست سموك. انا وهذه ضيوف شرف اللعبه هذي. بنعرفكم حالنا رجلين طاوله. Advised, Op 4 has found a bomb. I'm just trying to get some loading new magazine! 10 seconds to insertion. 5 seconds to insertion. وين ما بعده نايس انت
position. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. One. هاي في الدرع هون. وين؟ كمان واحد. حديدي ضلكم معي هذي بدي اطلع له. اخوان سلج فوق اللي عند الشباك الكبير على اليمين اخوان اللي جنب البدروم ها هادي ايوان امشي 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 اطلع اطلع دغري 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 لا ورايح اقول لك تبقى دغري اطلع بتلاقي يمينك اطلع فوق بتلاقي يمينك اقصى اليمين ايوان اطلع يمين اطلع مذبحنا شو مذبحنا سرندر نعم احنا سوينا مكان بعيد غبي يظلوا نفس المكان والله العظيم انه غبي خنشوفهم بالدفن زين علم لو منكم ما شفتوا سلتش كان اخذناه اخوان 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 نيجي من النقاط نفوت عليهم كبس لا 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 كونستراكشن خل نجرب خل نجرب يلا شو ورانا هي شو اسمه خلوا خذوا الاولى شباب اذا رش مش راح يكون مع الكونستراكشن بالعكس احسن شيء كونستراكشن بس شباب احكي لكم شغله بينفع مثل ما قال شادي ننزل من ال من وين قلت له ننزل ابو الشيب من الكراج من تحت من الممر بس بدنا واحد اسمع بدنا واحد يطلع من عند الباب اللي فوق الهاي بس عشان يحمينا من ورا يعني انا بطلع انا طيب شوف هي افضل واحدة شوف الناس شوف اسمع انت ذكرتني بمدرسة المشاغبين مو هذا بتاع اللي الا قال عنه ولد احكي حالة الاكتئاب مصفول من الشباب صاروا يندحروا ملو هلا هاي؟ اول بدنا يا الله شو تشبه سوال باكل يا باكل يا بس هاي محل مهون يا قر اذا صور فيجن وان كان اوكي هادي فادي فادي فيجن مثلا فادي بعد الميكروفون شوي على بس يامن لنا الطريق اللي بيطلع فوق يا شباب يامن لنا اياه من فوق يقول ندخل ظهرنا محمي بندخل استنوا لا استنوا لا تفاجئ لا تفاجئ اصبر 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 شباب اصبروا مره واحده ندخل عليهم زين زين بدي افتح هاي ليش انت اول ما ضربني ما نزل من هيلثي ليش؟ هو شباب مرقوني الدرع الدرع اجى الدرع افتح افتح مش راضي افتح يا زلمه طب دنك واضرب بطلت اشوف بطلت اشوف عميتنا يا زلمه عميتنا طختوني يا شباب شباب وش هيك؟ طخوا ببعض شادي ايش طخني يا شادي؟ هذا اللي قال شادي شادي Op 4 last operator standing. هذا بيقدر يساعدني. ساعدوا ساعدوا ساعدوا. خلاص ايش داعي. ساعدوا ساعدوا. Op
اذا عن جد مزنا هاي هاي لعبة بتسجلها والله اسود سجلها انا جبت تريبل زيرو ما شاء الله انا العصفور عرفت انا العصفور طاير هذا هيك بس انت الوحيد لا قتلت ولا انقتلت ولا ساعدت ولا عملت شيء زي يعني زي اسمع ترى زي مين بالضبط جد